حمص طبعا 13/2/2012. الدول الغربية كانت وما زالت وقد أراهن عليها مستقبلا أنها أفضل من الدول المسلمة التي تقول ما لا تفعل، التي تقول ما لا تفعل. نريد قرارات على الأرض. شكرناك يا أمير حمد وشكرنا فخامة الملك عبد الله، لكن أريد أفعالا لا أقوال. هذا شهيد ثالث قد يستشهد بعد لحظات بسبب الحريق الذي شب في مركبة صغيرة نتيجة سقوط صاروخ عليه. ذنبه الوحيد أنه في ساعة متأخرة من الليل، لأنه متخفي في ظلام الليل، كان يوزع حليب الأطفال. هذا هو ذنبنا. نحن شعب مقهور، نحن شعب مقهور لكن غير مذلول. لن نذل ولن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. باب عمر لن يدخله أحد، باب عمر لن يدخله أحد. بشار الأسد، وهذا تحذيري لك، وهذا تحذيري لك. إنك تقول عني بأني ذباح وسفاح. أنا ملازم الطبيب، اسأل عني في الجيش، أنا طبيب. باب عمر لن تذبح ولن تركع إلا لله، أقسم بالله أنك لن تركع إلا لله. باب عمر لن تركع إلا لله. تدخلوا يا شعبنا في الجزائر، تدخلوا يا شعبنا في لبنان. أرجوكم أوقفوا المذبحة بأي أشكال، لا نستطيع أن نقدم لهم أي شيء. قد يستشهد بعض الأحزاب، حريق واسع في جسده، حصار كامل وخانق. أرجوكم تدخلوا. بالله كل من يؤمن بوجود الله من مسيحي ويهودي ومسلم أن يتدخل فورا. أرجوكم، الجزيرة العربية، بي بي سي، أرجوكم بكل معنى الكلمة. بالله